مرحبا بكم، كيف حالكم؟ في المرة السابقة السحابة أحضرت من أجل أصدقائنا، هكذا أحضرته صحيح؟ طبعا من الجيد أن ترسموا كما علمتكم وكما أرسموا، ولكن الأفضل أن ترسموا وتعبروا بحرية عما في قلوبكم. هل ننطلق اليوم في قصة رحلتنا؟ ونحن نتطلع لما سيحدث؟ السحابة قالت للأصدقاء: نحن سعداء لأنكم قلتم أن السماء جميلة، تقبلوا الهدية التي هي من أجلكم، ولتدعوا من تريدون إلى السماء كما تريدون. وفرح أصدقاؤنا جداً بهذا الكلام. في هذا الوقت همس الطفل للسحابة: هيا نبحث معاً عن بيت هذه الطفلة. وبالتالي همست السحابة أيضاً: دع هذا الأمر لي، أنا سأبحث عن بيت الطفلة وسأساعدكم لتدعو أسركم وأصدقاؤكم لتحلقوا معاً في السماء. وبعد ذلك وجدت السحابة بيت الطفلة. نعم يا أصدقائي، الطفلة التي ضلت طريقها في البداية وجدت البيت بفضل أصدقائها، وكانت الطفلة سعيدة جدا جدا لأنها قابلت أصدقاء جيدين. إذن ما رأيكم برسم البيت الحقيقي للطفلة؟ أولا نضع علامات الأرض. نضع علامات الأرض من هنا إلى هنا. والسبب الذي جعلني أترك المنتصف فارغاً هكذا هو أننا سنرسم البيت هنا. وكما رسمنا في المرة السابقة البيت الذي يطفو فوق السحاب، نرسم اليوم الشكل المربع هكذا. الآن رسمنا حوائط البيت، وبعد ذلك سنرسم السقف. في المرة السابقة رسمناه مثلثاً، هذه المرة هيا نرسمه دائرياً أو أي شكل آخر. أنا سأرسمه مربعاً، ولكن من هذه الناحية سأرسم للجانب قليلاً هكذا. وبعد ذلك فوق السقف نرسم مربعاً صغيراً ليرمز للمدخنة، ثم أولاً نرسم الدخان الذي يتصاعد من المدخنة، ثم بعد ذلك نرسم الشبابيك. في هذه المرة نرسم شباكاً مربعاً وبجانبه شباكاً مثلثاً. هكذا، وبعد ذلك نرسم الباب بشكل مربع. وهكذا نرسم مقبض الباب. نرسم في السقف خطوطاً هكذا من أعلى لأسفل. أولاً نرسم هكذا. ثم نضع خطوطاً هكذا، ثم تحتها بين الخطين نرسم خطاً هكذا، وننزل هكذا حتى نعطي نمط الأحجار في الحائط. هكذا نرسم خطاً تحت فيما بين خطين. وهكذا رسمنا شكل الأحجار. وبعد ذلك نرسم بعض العشب خلف البيت، هذه المرة سنرسم العشب الملون بألوان الشمع. ويمكن تغيير الألوان أيضا.
وهل يمكن تجربتها أعلى هذه المرة؟ نعم، نرسم العشب بنفس التخطيط. الأعشاب تبدو أجمل برسمها عالية هكذا. والآن هيا نلون البيت. نلون حوائط البيت باللون الوردي. سنلون بأقلام التلوين. نعم، هكذا. هل لوننا الحوائط بلون وردي جميل؟ يمكنكم تلوينها باللون الذي تحبونه. أنا لونتها باللون الوردي، وبعد ذلك هل نلون الشبابيك؟ هيا نلونها باللون السماوي. رائع! البيت أصبح جميلا جدا بعد تلوين الحوائط بالوردي والشبابيك بالسماوي. بعد ذلك نلون الباب. نلونه باللون الأحمر. وهكذا نلون الباب باللون الأحمر. ثم نلون مقبض الباب باللون البنفسجي. وبعد ذلك نلون السقف باللون البرتقالي. ونلون أيضا بعض أحجار الحوائط باللون البرتقالي. هنا أيضا بعض الأحجار نلونها باللون البرتقالي. ثم نلون بين هذه الألوان باللون الأصفر الفاتح. لأن اللون الأصفر فاتح، يكون التلوين به فوق الألوان الأخرى جميلاً جداً. ولكن إذا كان لوناً غامقاً غير الأصفر الفاتح، ثم لوننا به هكذا، فإنه سيغطي اللون البرتقالي. فقط هي الألوان الفاتحة التي تبقى على الألوان التي تحتها ولا تخفيها. والآن هل نلون المدخل باللون الأحمر؟ والآن هنا سنجرب وضع نقوش دائرية على حوائط البيت. هكذا رائع! بيت الطفلة جميل حقاً! ما أسعد الفتاة عندما وجدت بيتها! يا أصدقائي! هيا نزين البيت بشكل جميل ونحن نفكر عن سعادة الطفلة.
هكذا نضع النقوش من خلال إضافة الألوان المتعددة. صحيح، وبعد ذلك سنلون الخلفية بألوان باستيل. والآن نلون الأرضية بلون يعطي شعور الأرض مع خلطه بلون يعطي شكل الأرض. ثم نضيف لونا غامقا، ثم لونا فاتحا أيضا، ثم ندلك بعد ذلك. نعم، هكذا تبدو الأرضية بعد التدليك، تبدو ناعمة. ثم نلون العشب بعد ذلك. نلون العشب باستخدام الألوان في الفراغات. ليس واجبا استخدام ألوان باستيل، فقط من الممكن تركها هكذا، أو من الممكن التدليك بشكل خفيف جداً جداً لترك بعض آثار باستيل. ويمكن تلوين العشب باللون الذي يعجبكم، ثم نلون هنا أيضاً. هكذا يمكن تلوين العشب بعديد من الألوان المتشابهة. بعد ذلك تدليكها برفق للإبقاء على الآثار الدائرية. وبعد ذلك آخر خطوة، تلوين السماء. هذه المرة نريد سماء المساء، هكذا بعض من اللون الأزرق الغامق وبجواره الأزرق العادي. وبجواره مرة أخرى الأزرق الغامق، ويمكن اختيار ألوان أخرى تبرز شكل السماء في المساء.
وبعد ذلك ندلك. وعندما ندلك هكذا يجب تجنب مناطق العشب وجزء البيت أيضا. وبهذا التدليك تكتمل سماء المساء. يا أصدقائي، السماء رائعة جدا بدخول العديد من الألوان. هل ندلك أكثر قليلا؟ الحمد لله على وصول البنت سالمة إلى بيتها. نعم صحيح، انتهى كل شيء تماما. يا أصدقائي، ما رأيكم في محاضرة اليوم؟ هل استمتعتم بالقصة جيدا؟ البنت كانت تائهة وحزينة في البداية، ولكن أصبحت سعيدة بعد ذلك ووجدت بيتها. لذا إذا واجهتم أمرا حزينا، أتمنى أن تتحلوا بقلب سعيد هكذا. فدائما سيمكننا إيجاد القلب السعيد، لذلك سأرجع لكم بشكل أجمل في المرة القادمة. حقا كنت سعيدة جدا معكم خلال هذه الفترة. مع السلامة.